بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما الليلة الثانية عشر فهي الليلة التي تختص بها النساء وما جرى عليهن في أرض كربلاء. فعادة الخطباء ما حدث من بعد ليلة الحادي عشر من تركيب النساء والبكاء والعويل عند أجساد الشهداء والأحبة الذين هم مجزرين في أرض كربلاء.